نعم سيد نبيل، نعلم أيضا الجزائر ملتزمة بانضمام إلى مجموعة بريكس حاليا، فما هي الفرص التي ستحصل عليها الجزائر بعد انضمامها؟ نعم، خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية إلى روسيا والصين، كلا الدولتان أبدت موافقتهما وترحيبهما بدخول الجزائر كعضو في هذه المجموعة. الجزائر مؤخرا ساهمت في بنك البريكس ب1.5 مليار دولار، يعني هي مساهمة جيدة، مساهمة قبل أن الجزائر طلبت الانضمام إلى مجموعة البريكس، قامت بتمهيد قاعدة قانونية استثمارية في الجزائر، وهذا ما يسهل على المستثمرين الأجانب ولوج السوق الجزائرية بكل أريحية. يعني أهمية دخول الجزائر لهذه المنظمة، أقول يعني لها أول شيء أنه كما قلت أنه هذه مجموعة البريكس لها صندوق مالي خاص. هذا الصندوق يعني لما تدخل إليه من شأنه أنه يساهم وبدون قيود يعني كبيرة في إنجاز استثمارات، في إنجاز بنى اقتصادية في الجزائر مثلا، مقارنة باللجوء إلى صندوق النقد الدولي اللي في بعض الأحيان يعطيك أمور تعجيزية. دخول الجزائر محاولة يعني طلب الجزائر دخول إلى البريكس في شق آخر، أن الجزائر تحقق نمو اقتصادي عالي مقارنة يعني بما تطلبه مجموعة البريكس، وحسب الخبراء الاقتصاديين تتوفر على العديد من الشروط التي تسمح لها بالانضمام إلى هذه المجموعة كشريك، يعني خاصة بالنظر لموقعها الاستراتيجي في القارة الإفريقية وبوابة إلى إفريقيا. لماذا تحتاج الجزائر الدخول إلى البريكس؟ مثلا لو نعطي أمثلة خفيفة، الصين تحتاج مثلا إلى مساعدة الصين في كل ما هو يتعلق بالمعدات الميكانيكية والفضائية. بالنسبة مثلا إلى روسيا تحتاج منها النظام الزراعي الروسي الذي كان في سنوات التسعين يعاني من مشكل كبير، والآن هو من أكثر الاقتصاديات في إنتاج مثلا القمح. نحتاج التجربة الروسية في هذه. لو مثلا نعطيك مثال آخر، الهند بلد كبير، بلد نامي، له يصنع، بلد رائد في التكنولوجيا، ونحن نحتاج هذه التكنولوجيا. يعني دخول الجزائر لهذه المجموعة سيعزز من قدراتها الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.